كان يا مكان كان هناك حدادان قط وعصفور، كان يصنعان أشياء مفيدة ويبيعونها في المعرض، وكانت فتاة صغيرة تعيش معهم كانوا يسمونها شيهاركا. كانت تحب الألعاب كثيرا وتمضي الليل والنهار في اللعب. وإذا فجأة انطلق بابايكا الوحش ذا اللون الأسود، خرج من الفرن وبدأ بالإمساك بالأولاد الأشقياء وأعادهم إلى منازلهم. بابايكا أنا لست شقية، وقد عاش في تبات ونبات حتى نهاية القصة. في ذات يوم كان القطة والعصفور يستعدان للخروج للمعرض. أنا بابايكا. شيهاركا، توقفي عن العبث، المكان تحت مسؤوليتك. سنحضر لك هدايا من المعرض. يا سعلوبة هيا نلعب. يا لها من فتاة جميلة تعيش مع القطة والعصفور، لما لا أكلها؟ لنأمل ألا تهرب إلى أحد الجحور. هذه الفتاة التي تلعب على الجسر تخصكم؟ حسناً، إنها بخير الآن. شيهاركا، اغلق الباب ولا تدعي سعلوبة تدخل، فهي لا شأن لها بنا. لكن السعلوبة الشريرة انتظرت حتى ابتعد القط والعصفور وعادت إلى شيهاركا مرة أخرى، وظلت تتحرك ناحية النافذة تفكر في طريقة لتجعل شيهاركا تخرج من المنزل. القط والعصفور أخبراني ألا أسمح لك بالدخول. أردت فقط أن ألعب معك. حقا؟ ماذا نلعب؟ لنلعب. هيا نلعب اللعبة التي لعبتيها مع أرنوب، الغميضة. سأكون أرنوب وأنت سعلوبة. لقد وقعت مني الجزرة. ألا تسمعيني؟ دعيني أنزل. جزرتي. سنقطع ذيل الثعلوبة. نعم سنفعل. كنا نلعب في الخارج فقط. شيهاركا، لا تلعبي أبدا مع الثعلب. كادت أن تخطفك وتأكلك. تعملي بحذر وإلا سيخطفك بابايكا. أهذا واضح؟ نعم. ،
إذن أين هي تلك الثعلوبة؟ يبدو أننا أخذناها بسيوفنا. هيا نذهب قبل أن ينتهي المعرض. هذه المرة انتظرت ثعلوبة حتى ابتعد القط والعصفور كثيرا عن المنزل. هكذا لن يستطع سماع تلك الفتاة. من هناك؟ أنا الأرنوب. لماذا جئت؟ هيا نلعب، اسأليني أنت بنفسك. هل رأيت الثعلوبة في أي مكان؟ كلا لا أظن ذلك. هيا نلعب كما لعبت مع الثعلوبة. أنا سأكون الثعلوبة وأنت الأرنوب، وأنا سأركض خلفك. اجري يا أرنوب، اجري اجري. يا أرنوبة، لقد أمسكت بك يا أرنوبة. إذن أنا لست أرنوبة. يا قط يا عصفور، انقذوني، لقد خطفتني ثعلوبة، أنا مخطوفة. هيا فقط نلعب لعبة. هيا نخبز فطيرة. تقصدين أن نطلي فطيرة؟ لا، سنخبز فطيرة. فقط انتظري هنا وأنا سأعود فورا. إذن كيف تلعبين لعبة خبز الفطيرة؟ نضع الفطيرة على الجروف هنا، ثم ندخلها ونتركها داخل الفرن. وماذا بعد؟ بعد ذلك نترك الفطيرة داخل الفرن وننتظر لخمسة دقائق حتى تصبح مطبوخة بالكامل. هيا تقوري بالداخل. كيف؟ لا أعرف كيف أتقور. كيف؟ يا إلهي، ماذا سنأكل اليوم؟ امسكي الجاروف وأنا سأريكي. يجب أن تجلسي على الجاروف وتضمي ساقيك وتتكوري هكذا وتغطي وجهك بذيلك. هل فهمتي؟ نعم لقد فهمت. نحمل الفطيرة على الجاروف ونضعها في الفرن لخمس دقائق حتى تستوي. القط والعصفور سيعودان بفطائر وحلوى لذيذة. عفوا يا ثعلوبة، علي الرحيل الآن. فطائر لذيذة، فطائر لذيذة. لكني لا أعرف الطريق للبيت. إنه بابايكا، لا تخبر أحدا أنني لم أسمع للقط والعصفور. لقد لعبت مع ثعلوبة وبابايكا ستلحق بي. ثعلوبة؟ نعم ثعلوبة، أنت هنا مجددا. الآن سنبرحك ضربا. القط والعصفور قد عادا. إنه بابايكا. كم أنا تعيسة. أتدور جوعا. من حياة تعيسة وبائسة.
إنه يعيش في فرن سعلوبة. يا لي من تعيسة. حياتي تعيسة وبائسة. شهارك، لقد أحضرنا الفطائر اللذيذة. نعم هذا رائع، هيا نركض سريعا ونأكل الفطائر اللذيذة. أراد بابايكا أن يكذب أرنوب إلى الفرن في منزله، لأن فرن ثعلوبة متسق جداً وتحيط به الحشرات من كل مكان. ثعلوبة لم تحاول الإمساك بتشهاركا مجدداً رغم أنها تثير المشاكل دائماً. ذات مرة كان يعيش صياد ودب، كانوا جيران ولم يتشاجروا أبدا، كانوا أصدقاء بطريقة ما وقد كرروا الصيد. اصطادوا سمكة واحدة، سمكة جيدة جدا وكبيرة، لكنهم لم يتمكنوا من مشاركتها. بدأ الجدال، فقال الدب قد أمسكت بها، وقال الصياد إنها ملكي. تعبوا من الجدال فجلسوا بالقرب من السمكة ولم يعرفوا ماذا يفعلون. فلنحكي قصة، والذي تكون قصة خيالية أفضل يحصل على السمكة. حسنا، عن ماذا؟ عن الغراب على سبيل المثال. لكن أنا أول من يحكي. حسناً، وافق الصياد. استمع، كان منذ وقت طويل حتى جدي الأكبر كان لم يولد، كان هناك بومة وغراب يعيشان معاً. كانوا أصدقاء لكنهم لم يتشاجروا أبداً، يصطادوا معاً ويتشاركون كل شيء ولم يكونوا بحاجة لشيء. كان كل منهم أبيض اللون. Blah, blah, blah.
الآن نحن كبار في السن، لم نكن جميلين أبدا. لكل فرد ملابس جميلة، أحمر، أسود، رمادي، ملون، لكننا مجرد باللون الأبيض. نحن مرئيين فقط في الصيف القصير. صحيح، لا أحد يرانا عندما نجلس في الثلج. دعنا نلون بعضنا البعض. في البداية سألونك ثم تلونني. بل تلونني. كم هو جميل. الآن اجلس وسوف ألونك أيضا. ما الذي فعلتيه؟ كنت أحاول بكل جهدي أن ألونك. الآن أنت جميلة، لكنك جعلتيني أسود اللون. الآن سيكون أطفال أيضا من السود. ابتعدي ابتعدي. منذ ذلك الوقت أصبح الغراب أسود اللون، وأصبحت البومة ملونة. لم يبقوا أصدقاء. البومة تحاول تفادي الغراب فهي تخاف منه. هذه قصتي. نعم، إنها قصة خرافية جيدة. الآن استمع لقصتي. إنها أغنية قديمة جدا كما قال كبار السن. عاشت ثلاثة طيور صغيرة في عشها الدافئ. كانت الأخت الكبرى تجلب الطعام كل يوم. غنت الأخوات الصغيرات أغنيتهن المفضلة. أيتها الشمس، قومي بتدفئة الأرض بشكل أسرع وستكون جميع الطيور سعيدة. أختنا ستجلب لنا الحشرات واليرقات والبراغيش. أي غنى يا يا يا، أي غنى يا يا يا. سمع الغراب ذلك وطار إلى الطيور الصغيرة وقال: أنت تغني جيدا، غني لي مرة أخرى بصوت عالي.
أمسك الغراب الأغنية بمنقاره وطار بعيداً. عاد إلى عشه، جلس وبدأ يغني: أيتها الشمس، قمي بتدفئة الأرض بشكل أسرع كي تحصل الغربان على المزيد من الطعام. الفئران والأرانب البرية تأتي إلينا أسرع ونكون سعداء. أي غنى يا يا يا، أي غنى يا يا. عادت أكبر الطيور إلى المنزل ورأت أخواتها الصغيرات يبكون بمرارة. لماذا تبكي؟ من يضايقك؟ الغراب الماكر أخذ أغنيتنا بعيدا. هذا سيء، أين طار؟ هناك حيث اخترق الصخور فوق البحر. لا تبكي، سأطلب من الصياد مساعدتنا. لماذا أتيت إلى هنا أيها الطائر الصغير؟ يا رجل ساعدنا، لقد سرق الغراب الشرير أغنيتنا. أنت تغني أغنية جيدة للشمس، كثيرا ما أستمع إليها في الصباح وأستمتع بها. أخبريني، أين يعيش الغراب؟ هناك حيث اخترق الصخور فوق البحر. في ذلك الوقت فتح الغراب منقاره وعلق لسانه، واستمرت الأغنية على طرف لسانه. الآن سوف أعلمه درسا. الطيور الصغيرة بمجرد أن أشرقت الشمس غنوا أغنيتهم مرة أخرى. منذ ذلك الوقت لم يعد للغراب صوت، لم يعد يستطيع الغناء. ماذا تقول؟ هل أحببت حكاياتي الخيالية؟ نعم أنا أحب ذلك. بدأوا في الجدال. قال الدب: كانت حكاية الصياد الخالية أفضل. قال الصياد: قصتك أنت أفضل. كانوا يتجادلون لفترة طويلة وقرروا في النهاية التعادل. قرروا تقاسم الأسماك، استظهروا ولكن الأسماك لم تكن موجودة. كان الغراب قد طار بالفعل بعيدا. تنهدوا وذهبوا للصيد مرة أخرى. ماذا يمكنهم أن يفعلوا غير ذلك؟ لكنهم اتفقوا مقدما على تقاسم كل الأسماك. اصطادوا ورأوا حكايات خيالية في المنزل على معدة ممتلئة. وعندما حدث أمر لم يتوقع كلب البيت الطيب. من هناك؟ يا له من طقس لا يمكن وصفه، مرعب. نعم، وعندما يأتي الشتاء سيكون أسوأ من هذا، يجب أن نختفي حينها. لنبقى معا إذن، لقد ظللنا هنا أنا والأرنب منذ سنتين. نعم كأعز أصدقاء. إن كنا ثلاثة إذن سيكون الشتاء أخف علينا. نعم أخف. سيكون من الرائع لو بنينا منزلا أيضا. بالطبع من الرائع أن تبني منزلا، لكننا فقط لا نعرف. ومن هنا أصبحوا أصدقاء. أعتقد أنه طول الأمطار لن يتوقف حتى سياح الضيف. أين أنا؟ في الغابة بالطبع. ولكن كيف وصلت إلى هنا؟ أنا مسافر، سأطير الجنوب. لقد سئمت من كوني ملكي الفلاح. أتعلمون أنه حتى أراد أن يجعل مني حساء دجاج. لقد كدت أموت خوفا ذلك.
لما لا تنتظر معنا حتى ينتهي الشتاء؟ وربما تعرف تبني منزلا. هذا سهل جدا، تماما مثل صنع البيضة. وهكذا عاشوا معا مستعدين لقضاء الشتاء سويا، فقد بنى الدب منحلا مع نحل، وذلك ليستطيع تناول الشاي مع العسل. وأمسك الذئب سمكة من البحر ليعدها للطعام. توقف توقف، هذا يعد يا عماه. والديك أيضا حسنا، لقد قام بحراسة الحديقة. يا رفاق، ما رأيكم في أن نشتري بقرة لنا؟ نعم، البقرة فكرة رائعة لصنع اللبن والزب واللحم. هذه فكرة رائعة يا رفاق، فالبقرة يمكننا استخراج اللبن وصناعة الزب بالطبع. وهكذا قرروا شراء البقرة. لا تحزن أيها الأرنب عندما نرحل. وبقى الأرنب في الداخل ليحرس المنزل. لقد تم بيع العسل بالكامل، حتى أن النحل أيضا تم بيعه 28 خلية واشتروا بقرة. كان الأرنب والذئب يصطحبان البقرة كل يوم إلى المراعي. وكانوا يصنعون القشطة من اللبن ويصنعون منها الزبد. لا 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 لا. حسنا، هذا الزبد رائع يا رفاق، هيا بنا نخزنه في العلية ولا يسمح لأحد أن يلمسه من الآن، لا أحد. وفي الشتاء سنبدأ استعماله بكميات بسيطة وربما نأكل البطاطا بداخله. أريد أن أجربه. سنفعل ذلك في الشتاء، ولكن قبل ذلك لا ولن نتناقش حتى في الأمر. نعم بالطبع، لا بأس من بعض النظام. ومع نهاية فصل الخريف كانوا قد جمعوا الكثير والكثير من الزبد. مرحبا يا رفاق. ولكن من أين؟ أتأتي؟ أنا ذئبة وحيدة، ليس لي أصدقاء في هذا العالم، ولا أعرف مكانا أذهب إليه، وكل ما أمتلكه هو وعاء فارغ. أيمكنني البقاء والعيش معكم؟ من الصعب أن تعيشي وحدك. هذا صحيح، فأنا أعيش مع الأرنب منذ سنتين. نعم أعز أصدقاء. ابقى هنا يا الثعلبة، نحن نعلم أن قوتنا تكمن في وحدتنا. وبهذا حاولت الثعلبة أن تعيش معهم، وكانت ودودة ولطيفة مع الآخرين. ها هو الذئب الرمادي، أخشى أنه سيعض. تلومون دائما الذئب. إنه الثلج، ربما حان الوقت لاستخدام الزبد في العلية. بالطبع لا يقدر بنا استخدام الكثير، فما زال الوقت مبكرا جدا. ماذا عن الغد؟ يمكننا فعلها في الغد. عندما يأتي الغد يمكننا أن نفكر في ذلك. وهكذا عرفت الثعلبة الطريق للزبد. إنه الزبد. لن يحصل غيري على هذا الزبد. هل الثعلبة اليتيمة بالمنزل؟ نعم نعم، أنها ستعود قريبا. أخبروها أن تأتي لحفل عيد الميلاد وتفكر باسم ما من أجل المولود. بالطبع، لا تقلق حيال ذلك. أيتها الثعلبة، هناك من يدعوك من أجل حفل. حسنا أنا سأذهب، لقد قمت بعمل جيد الآن. وجدت الثعلبة حفرة داخل إحدى الأشجار وخبأت بها الزبد. كيف كان الطعام؟ سمك مقلي وبعض الزبد. ماذا سمى الطفل الصغير؟ مولود بريمو. وفي اليوم التالي تكرر نفس الأمر. لقد دعوني مجددا لحفل آخر.
وماذا تسمون المولودة هذه المرة؟ ميديدو. وفي اليوم الثالث أخذت الثعلبة الجزء الأخير من الزب. ما اسم المولودة اليوم؟ فينالو. وفي النهاية حل الشتاء الحقيقي. ربما حان الوقت الآن أخيراً لأكل الزبد. لقد مر وقت طويل على ذلك. لقد حان الوقت أيتها الثعلبة، أحضري الزبد من العلية. أنا؟ ثم بدأت الخبيثة تحاول الهروب. أنا لن أتسلق هذا العلو من قبل، قدمي لا تتحملان، لا يمكنني أخشى أن أسقط. لا يوجد زبد. لا يوجد زبدة ها هنا. لا يمكن ذلك. كيف حدث ذلك؟ لا يمكن. كيف أن يحدث هذا؟ كم هذا محزن، لقد أردت حقا. لابد من الإمساك باللص حالا ومعاقبته. نعم، يجب أن نعاقبه على فعلته هذه. طبعا نعم، لكن كيف؟ هيا نعد نارا كبيرة ونجلس بقربها، ومن أكل الزبد ستنكمش بطنه بسبب الحرارة. نعم، يجب أن نعاقبه على فعلته هذه. هو من أكل الزبد. نعم هو. هو من أكل زبدنا. يا للهول، لكنني لم أفعل شيئا، لم أكل زبدنا. كيف لم يأكله هو الزبد علي؟ ها هو، إنه اللص. كلا، لم أفعل ذلك، صدقوني. هناك شيء غريب هنا، علينا أن نتأكد. نعم نتأكد. كلا كلا، لا داعي لذلك. يجب أن يتم التأكد من الجميع. تعالوا جميعا بالقرب من النار. أنا حقا لم أفعل شيئا، أنا حقا لم أكل. ولكن لم أكل زبدنا يا رفاق. أأمل أخبركم أنه لص. كيف يمكن يجب ذلك؟ يجب أن ترحلوا من الغد عنا أيها الدب، نحن لا نريد لصوصا بيننا. ماذا فعلت؟ أنا لم أكل الزبد، لماذا أصبح غريبا على أصدقائي؟ هيا ابتعد عن هنا ولا تعود مرة أخرى، طالما أنت تحب السرقة والجريمة. سأذهب لنظافة الثلوج. هيا سنجمعهم لنقطع الأخشاب. وهكذا عوقبت الثعلبة على خبثها ومكرها.
أنوشكا المنقذة. كان هناك عائلة جميلة تعمل بكد تعيش في العالم الواسع. كان لديهم بقرة بوريونكا وابنة اسمها خفروشكا. كانوا يعيشون بسعادة ولم يعرفوا أي مصائب، ولكن الموت طرق بابهم. جاء الموت وحمل والديها إلى العالم الآخر. لذلك أصبحت كروتشكا خبروشكا يتيمة، بقت البقرة فقط معها. في هذه الأثناء عندما كانت بوبليخها في طريقها، رأت بقرة جيدة وشابة وبدون أي مالك. سأأخذها وستكون الفتاة جيدة لأعمال المنزل. ها هو مكانك. بوبوليخا لديها ثلاث بنات، ذو عين واحدة وعينان وثلاثة عيون. هذه هي خفروشكا اليتيمة، وسوف تعيش معنا. روشكا نظر الوالدان إلى ابنتهما من العالم الآخر. كيف يمكننا مساعدتها؟ خفروشكا، الآن البقرة هي صديقتك. خفروشكا! خفروشكا! ضربوني بوريونكا، ولا يعطوني خبزا ولا يسمحوا لي بالبكاء. لا تبكي خفروشكا، ادخلي من خلال أذني واخرجي من الأخرى. خفروشكا ابنتنا. خفروشكا، خفروشكا أصبحت جميلة. لماذا خدودك وردية؟ لماذا الضفائر طويلة؟ لماذا تتألق العيون؟ هكذا فكرت بوبليخا. كيف أصبحت الفتاة جميلة في الليل فقط؟ يبدو أن أحدهم ساعدها، لذلك أعطت الفتاة مهمة غير قابلة للتحقيق. نزجي كتان الطبيب اللف في الأنابيب بحلول الصباح. وأرسلوا ذات العين الواحدة لمراقبة اليتيمة. بوبليخا مع بناتها حسدوا جمالي، يريدون إرهاقي، أعطياني مهمة غير قابلة للتحقيق. خفروشكا، من ساعدك لكي تصبحي جميلة؟ دعيني أختي أضفر شعري.
لا تبكي خفروشكا، سأساعدك، ادخلي من خلال أذني وخرجي من الأخرى. انتظرت بوبوليخا الإجابة بلا فائدة، ذات العين الواحدة لا تعرف شيئا. أخذت بوبوليخا المهمة وأعطتها 5 سلال كتان جديدة، وأرسلت ذات العينان لمراقبة اليتيمة. عين تنام تغفل عينان، لذلك لم تعرف ذات العينان أي شيء أيضا. غضبت بوبوليخا وأعطت خفروشكا مهمة أكثر من العام بأكمله. نست خفروشكا للتو أن أختها الصغرى كانت ب3 عيون. دخلت من خلال أذن البقرة ووجدت نفسها في العالم الآخر، لذلك كان الأب والأم ينتظرانها. لا تحزني يا ابنتي، لقد انتهت مهمتك، لكننا سوف نرى بعضنا لآخر مرة. خفروشكا، رأيت كل شيء، البقرة تساعدك. سنذبح بقراتك. لا تبكي خفروشكا، لا تأكلي من لحمي، اجمعي عظامي وادفنيها. نشأت شجرة التفاح بحلول الصباح. في هذه الأثناء كان يصطاد الملك سيرفيتش في الغابة المجاورة. يا لها من شجرة تفاح. أيتها الفتيات، فلتعطوني تفاحة. اقطعها اقطعها. عزيزي الملك، هل تأخذ تفاحة؟ أيتها الفتاة، احضري فساتينك وملابسك، سنذهب إلى القصر. عزيزي الملك، ليس لدي شيء، أنام على قطعة قماش وأغطي نفسي بالضفائر. لا تقلقي، لدي الكثير هناك. توقف أيها الوقح، من أين أتيت أنت؟ أنت تأخذ أفعى في حضنك.
أي نوع من الملوك أنت؟ نحن لم نرى هذا من قبل. عاشت خفرشكا والملك أياما طويلة وسعيدة، وفي العالم الآخر الوالدان والبكرة بوريونكا كانوا سعداء لخفرشكا.